نبدأ حلقتنا كده ونقول يمكن قطرة دماء بتساوي حياة بكل تأكيد، وده شعار رفعوا المصريين في كل أنحاء الجمهورية من امبارح خلال انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، وده لصالح طبعا الشعب الفلسطيني اللي انطلقت الحملة زي ما بقول لكم امبارح، وقادها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها طبعا مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري. الحقيقة الشعب المصري الأصيل بيضرب أروع الأمثلة في دعمه للقضية الفلسطينية، وهو موقف بيتوافق مع موقف القيادة السياسية اللي بتدافع بكل قوة عن القضية الفلسطينية، وده اللي عكسته الاتصالات الدولية منذ اندلاع الأزمة مع القيادة المصرية، وده شفناه امبارح وشفنا الصور قد ايه فعلا وقت الدعم الشعب المصري كله بيبقى ايد واحده. فعلا لميس، عايزه اقول لك انه يعني المواطنين المصريين بيدعوا فعلا للفخر والعزه. امبارح انطلقت فعاليات الحمله على مستوى محافظات الجمهوريه برعايه التحالف الوطني للعمل التنموي وعدد من الجمعيات الخيريه، وفعلا تواجد الشباب وفرق تلقي التبرعات بالدم في الميادين المحدده للتبرع بالدم بمشاركه عدد من المتطوعين، وشهدت كمان سيارات نقل الدم التابعة للحملة إقبال عدد كبير من المواطنين على التبرع، وده طبعا دعم للأشقاء في فلسطين. وده عايزة أقول إن هو مش حاجة جديدة على مصر ولا على الشعب المصري يا لميس، يعني ربنا صحيح. يحفظ شعبنا ويحفظ بلدنا، وربنا يكون في عون أشقائنا وإخواتنا، ربنا معاهم ويعدوا من الأزمة دي. وإحنا فعلا زي ما أنت قلتي ده مش جديد على الشعب المصري اللي دايما بيحس بإخواته الفلسطينيين وإخواتنا الفلسطينيين، وقت ما بيحتاجونا بنكون موجودين بكل الدعم سواء من الدولة والقيادة السياسية أو من المواطنين العاديين اللي بيحاولوا يكون يعني لو في ايديهم اي حاجة بسيطة هيقدموها، حتى لو الدعاء، حتى لو التكاتف، الدعم على السوشيال ميديا، الحملات اللي انتوا شفتوها من امبارح في كل مكان للتبرع بالدم، اكيد 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 ان هم وقت ما يحتاجوا لنا هيلاقونا في ظهرهم وجنبهم، وان شاء الله ان شاء الله المشاهد اللي بنشوفها دي تنتهي قريبا على خير يا رب. طيب.